إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا توبة نصوحة ورجعوا إلى ربهم بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا ما أفسدوه في الدنيا بكل الوسائل الممكنة، فإن الله غفور رحيم. فالله عز وجل غفور لذنوب عباده، يسترها عليهم ولا يفضحهم، رحيم بهم بما يليق بعظمته وجلاله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.